تلعب كرسات زوما ناكوني في اخر المطاف يسجل عن طريق العرضية. زوما ناكوني في اخر المطاف يسجل عن طريق فريق الحسنية. دابا مقابل هدف الاول لفريق الحسنية. دابا مقابل يسجل هدف مقابل هدف الماتوني مرة الاول لفريق الحسنية. دابا مقابل هدف الان الهدف الاول لفريق الحسنية. دابا مقابل هدف الان الجديد في المواجهة لعبات كرة من جديد فريق الحسنية كيتحرك بدلتنا لعبات كرة خروج لاعب الحسنية كيتحرك بدلتنا خصوصا بعد خروج لاعب 12 محاولة من الجهة اليسرى الحسنية أصبح خطيرة الآن محاولة من الجهة اليسرى كاينش خطا كيقول الحكم الحسنية خطيرة الان الحسنية كتلعب داخل منطقة العملية البحث كيخرج على العرضية الحسنية ترتطم بالدفاع عملية البحث على العرضية وخطا يقول الحكم اذا الحكم يتدخل كان قريب من العملية شوفوا الاراء الحكم في هذه الحالة